اسمي مريم طاهر لولو، جاية من فلسطين، من مدينة غزة. بحضر هنا كـ Women Techmaker Lead. صراحة إسراء هي ضحية من ضحايا العادات والتقاليد الموجودة، خلينا نحكي بالشرق الأوسط بشكل عام وبفلسطين بشكل خاص. إسراء كان خطأها الوحيد إنها عندها حساب على إنستغرام وعندها فولوورز وبتعمل فيديوز للميكاب وإلى آخره. إسراء عشان عدم معرفتها بضرورة حماية معلوماتها عن الأشخاص بشكل عام، للأسف كانت نهايتها إنها قتلت، يعني بحجة الشرف وما إلى ذلك، بالرغم من إنها يعني إسراء صبية يافعة تحب الحياة محترمة وبنت عائلة. فالفكرة إنه إسراء ما قدرت إنها تستخدم السوشيال ميديا صح، عملت شير للوكيشن اللي موجودة فيه في المكان الموجودة فيه مع أشخاص خطأ، وبالتالي صار في مشاكل عائلية تخضع لعادات وتقاليد أدت لقتلها. وإسراء هي واحدة من عدد كبير من الفتيات اللي بتعرضوا وبتكون نهايتهم مثل إسراء، وممكن تكون أبشع للأسف. قصتها أثرت فينا كتير كفلسطينيين، أثرت فينا وبشكل عام، أثرت فينا كعرب وبشكل أعم أكتر كإنسان، إنه ليه صبية يافعة بعمر الورد تقتل بسبب عدم درايتها بأهمية حماية معلوماتها على الإنترنت. بالتالي كانت صادمة قصة إسراء، ونتمنى إنه ما تنعاد قصة إسراء، ونتمنى إنه القصص اللي مثل إسراء تظهر للجميع. إسراء أخذت يعني جزء من حقها بأنه قصتها ظهرت عبر السوشيال ميديا، ولكن هناك الكثير من إسراء مش قادرين بيحكوا، مش قادرين تطلع قصتهم للعالم. أتمنى أنه إحنا نقدر نطلع بتكنيكال سولوشنز ذات يعني بتقدر إنها تحل هاي المشكلة، بتقدر إنها تطلع هاي القصص للنور أكثر، حتى يتم أخذ حقوق فتيات ونساء العالم كله.